في ظلال السيرة. عام الحزن والبكاء. غادر أبو طالب الدنيا بعد أن أحزن رحيله قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي ممتلئا بالكمد نحو نبيه، وقف أمامه لا يدري ما يفعل، فالكلمات تخرج منه مزيجا من الألم والحزن والغضب على هذا الأب الشيخ الذي بخل على من خلقه ورزقه بكلمة. تحير علي ما الذي يفعله، فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ سؤال يبكي ويبكي. كان والدا حنونا وأبا عطوفا، لكنه لم يعرف حق ربه عليه، رفض كل محاولات الإقناع. الدنيا مظلمة في وجه علي، فقد كان يتحرق لسماع التوحيد من أبيه، يتمنى لو أن أباه قال لا إله إلا الله. دموع علي وقلبه بين يدي نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم كان طبيبا للقلوب، طبيبا للنفوس. قال لابن عمه الحزين: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. انطلق علي فغسل مع إخوته أباه وكفنه، ولما عاد أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فاغتسل، ثم جاء فدعا له بدعوات سرته وفرجت همه وغمه، دعوات يصف تأثيرها عليه فيقول: دعاني بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. هكذا غاب أبو طالب عن المشهد، وهكذا ابتهج أبو جهل ومن معه، وهم يرون أحد الجدران التي كان يستند إليها عليه السلام قد انهار. سر الوثنيون وصفا لهم الجو ليمارسوا ما شاءوا من تنكيل، حتى قال أحد المؤمنين: ما زالت قريش كاعة مترددة حتى توفي أبو طالب. لم يكن موت أبي طالب آخر الأحزان ولا نهاية الآلام، ففي مكان آخر ترقد خديجة رضي الله عنها، فللسن أحكامها وللمعاناة حدودها، وهن عظمها رضي الله عنها، وهي الآن وسط الحزن والحصار والظلم تضعف شيئا فشيئا، حتى لازمت الفراش فلم تستطع مغادرته. بناتها يبكين من حولها، وزوجها عليه السلام حزين يتأملها، يتأمل هذا الوفاء الذي يحتضر بجانبه،
يتأمل هذا الحب الذي يوشك على السفر، يتأمل المرأة التي أسكنته كل غرف قلبها وأشرعت له كل بساتينه، يبكي الحبيبة التي قال عنها: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. وتموت خديجة فيبكي عليه السلام، ويعلو نشيج فاطمة وزينب وأم كلثوم. أما رقية فيا لحزن رقية، هي هناك خلف البحار غريبة شريدة في الحبشة، لم تحظ بتمريضها ولا بقبلة وداع منها. رحلت خديجة، رحلت خديجة، ولكن عن المعاناة. سافرت إلى حيث قصرها اللؤلؤي الذي لا صخب فيه ولا تعب. أما ذكراها فذكر الحبيب الذي يزيد الشوق للجنة كلما هبت أحرف اسمه، أو أطرب القلب صوت يذكر برسمه. ذكرى خديجة يهب عندما يطرق الباب ويلتقي الأحباب، ذكرى خديجة يهب مع هذه المرأة التي تدخل عليه عليه السلام، فيقدم لها الطعام ويناولها بيده وكأنها أمه، يفعل ذلك إكراما لحبيبته.